طبعا بنقول للكابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة والحمد لله على السلامة. فعلا قراراتك انت ومجلس إدارة النادي الأهلي المحترمين خلال الفترة الماضية، رقم واحد استقدام مدرب على أعلى مستوى، ده اختيار كان جيد جدا وموفق. الاختيار التاني ان احنا ادينا راحة للعيبة المصابة والإجهاد اللي كان موجود عليه اللعيبة صحيح، ده صحيح. بصراحة. يعني حاجة اسلام يا كابتن عادل بتأكد لك ان مجلس إدارة ده عنده وعي كبير جدا وعنده ثقافة وعنده خبرات، كلهم ما شاء الله يعني اشتغلوا في 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 الإدارة ومسؤولية الإدارة في النادي الأهلي اكتر من سنوات كثيرة، فالخبرات دي افادت النادي الأهلي وافادتنا احنا وافادت الجماهير خلال الفترة واللاعبين خلال الفترة الماضية.